صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 55 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 49 لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية. جاء فيه المادة الأولى يستبدل بالبند 3 من الفقرة 5 من المادة الأولى من المرسوم رقم 49 لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية البند الآتي: إدارة الرقابة الإدارية. المادة الثانية يلغى البند 2 من الفقرة 1 من المادة الأولى من المرسوم رقم 49 لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية. المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.